الحمد لله، الحمد لله الذي بيده تصاريف الأمور ومقاليدها. أحمده سبحانه فتح لعباده أبواب الرحمة والمتاب، ويسر لهم الخروج من التبعات وسهل الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل مخلص أواب. فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أشرف آل وأكرم أصحاب. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه في سركم وعلنكم. أيها المسلمون، قد تفرد الله بالوحدانية ونزه نفسه عن الشريك والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتوحيد وإفراد العبادة لله جل وعلا وهو أصل الدين وأساسه. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون. عباد الله، وإذا دخل الشرك في العبادة فسدت وإن كانت أمثال الجبال. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والتوحيد هو أول الدين وآخره، وأول دعوة الرسل وآخرها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أول أمر في القرآن، هو الأمر بالتوحيد. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. وتوحيد العبادة هو أول ما يسأل عنه العبد في قبره، فيقال له: من ربك؟ أي من معبودك الذي تخصه بالعبادة؟ لأن الابتلاء والفتنة إنما تحصل بتوحيد العبادة، وهو الذي بعثت الرسل من أجله. وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على توحيد العبادة: إياك نعبد، أي نعبدك سبحانك ولا نعبد غيرك. ولأهمية التوحيد دعا إمام الموحدين أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه وذريته بالثبات عليه، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ودعا بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ والتوحيد هو أعظم أسباب شرح الصدر، وعلى حسب كمال التوحيد يكون انشراح صدر صاحبه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولهذا كانت دعوة يونس صلى الله عليه وسلم بالتوحيد التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله همه. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. والتوحيد هو السبب الأعظم لمغفرة الذنوب وستر العيوب. قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله، وإخلاص التوحيد لله عصمة من الفواحش. قال تبارك وتعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا
كان أكثر فاحشة، وبقدر التوحيد والإيمان تكون الهداية والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلما ضعف التوحيد قوي الخوف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ومن مات على التوحيد والسنة كانت له الجنة، وإن دخل النار بذنوبه لم يخلد فيها وكانت خاتمته حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون، احفظوا توحيدكم وحافظوا عليه مما يخدشه أو يقدح فيه من الشرك أو البدع أو المعاصي. فالتوحيد هو رأس المال وجواز العبور إلى دار الحبور. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. عباد الله، إنه خلال الفترة الماضية والأسبوعين الماضيين قام العدو الصهيوني بمحاربة إخواننا في فلسطين، ثم انتقلت بعد أن عاثت فسادا في فلسطين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، قامت بمحاربة أهل لبنان، ثم تركز قتالها على حزب اللات الرافضي. وإن المسلم والمؤمن بالله لا يفرح بقتال الظالمين، ويسأل الله عز وجل أن يهلك الظالمين بالظالمين وينجي منها المسلمين. فاللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين منها سالمين غانمين يا رب العالمين. عباد الله، وإنه خلال الأسبوع الماضي قام العدو الصهيوني بقتل زعيم حزب اللات الرافضي الخبيث المسمى حسن نصر الله، وليس والله نصر الله، إنما هو نصر إبليس اللعين. ومع الأسف فقد وجدنا عدداً من المسلمين يترحم عليه بعد مقتله، وقد ظهر في القنوات الفضائية بعض من يظهر ويعده مجاهداً في سبيل الله، وهو والله عدو لله وعدو لرسول الله وعدو لصحابة رسول الله. فكيف يترحم على هذا الخبيث الرافضي وهو يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأين أنتم يا من تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبيث وأمثاله يطعن في عرض رسول الله ويقدح في أمنا السيدة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها ويرميها بالزنا؟ ثم هو مع ذلك وأعظم من ذلك يطعن في الله جل وعلا ويشرك بالله، فصباحا مساء يدعو عليا ويدعو الحسين ويدعو فاطمة ويشرك بهم مع الله جل وعلا. فأين أنتم يا من تحبون الله وتقومون على توحيد الله تترحمون على من هؤلاء صنيعهم، وهم مع ذلك يجاهرون بسب أصحاب رسول الله ولعنهم صباحا مساء ويجاهرون بذلك؟ بل إنهم يجاهرون بعداوة الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهم مع ذلك قد آذونا في إخواننا من أهل السنة، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في غيرها من بلاد المسلمين. فكيف بمسلم يؤمن بالله ويوحد الله ويحب رسول الله يترحم على من هؤلاء ومن على أمثالهم؟ فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على توحيدكم، واتبعوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.